هي صور التضامن والخير التي ميزت الأيام المباركة للشهر الفضيل، مبادرة خيرية شملت كل أنحاء الوطن، جاءت لتؤكد لحمة الجزائريين وتظافرهم على فعل الخير. الجزائريين كامل بالك فينا ما فينا فينا ما فينا بصحة جتل باش نسمحوا بعضنا ولا حاجة، هذا يرفض هذا يعني. شباب تجند ومنح وقته وجهده في سبيل إسعاد المحتاج وإعانة عابر السبيل، فكانت الأفعال الخيرية متنوعة بين إفطار وختان جماعي وتصدق بالأكل والألبسة. درنا حفل ختان جماعي، مسينا حوالي 20 طفل يتيم بين يتيم ومعوز. الخميس فات درناهم حفل عائلي كان بهيج، اون بليس درنا تاني بمساهمة مع فوج كشفي فوج الفلاح بيت براقي، وزعنا حوالي كش 40 قفة على المساكين تاع براقي. قمنا بعدة نشاطات في هذا رمضان، لأنه ما يخفاكمش أن رمضان هو غنيمة المسلم. بدينا بالطرود الغذائية، وزعنا قرابة 4500 طرد غذائي على مستوى العاصمة في الفروع تاعنا وعلى مستوى الولايات، وزعنا كذلك زكاة، رحنا القوافل عدة ولايات، وحاليا رانا مع لباس العيد. أغلبية هذه النشاطات موائد الرحمن لإطعام الصائم وعابري السبيل، خاصة في طريق السيار، المطاعم، أيضا هناك الختان الجماعي، ختان جماعي خاص بالعائلات المحتاجة اللي متقدرش أنه تقوم بالختان. عدنا أيضا كسوة العيد. أبواب المبادرات الخيرية فتحت على مصراعيها لتؤكد أن لا محتاجا ولا جائعا في رمضان الجزائر.